مساء الخير على كل مشجع مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من حلقتنا. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض مهارات جديدة، هنعمل وصفات إن شاء الله يا رب تنول إعجاب حضراتكم. قبل ما أبدأ حلقتي النهاردة اسمحوا لي أبارك طبعا لنادي الأهلي لتأهله لدور المجموعات وبدوري طبعا أبطال أفريقيا، وكل توفيق طبعا لنادي الأهلي لمبارياته المقبلة بإذن الله. طبعا اسمحوا لي بقى نبدأ حلقتنا النهاردة، هنعمل وصفة لطيفة جدا من الوصفات اللي برضو ترندي ولطيفة وبتتعمل كتير، هي وصفة المكرونة بالكفتة أو الكفتة بالمكرونة. سريعة، هي تتعمل في بايركس واحد أو في يعني طبق واحد، لكن جميلة جدا ولطيفة جدا، مختلفة وطريقة تقديمها شوية يعني ظريفة وتعجب الولاد قوي. تعالوا بقى نقول مقاديرنا وبعدين نبدأ نتكلم عن الوصف. عندي أول حاجة نص كيلو من اللحمة المفرومة، عندي بصلتين مفرومين ناعم، حزمة بقدونس مفرومة ناعم، عندي رشة من جوزة الطيب، ملح وفلفل، شطة دي اختياري أو ممكن مكانها بابريكا لو تحبوا، معلقتين كبار من النشا، معلقتين من الدقيق، معلقة واحدة من السمن، مكرونة اسباجيتي، والصوص عندي معلقتين زيت، وعندي بصلة مفرومة ومعلقة هريسة حسب الرغبة، وصلصة طماطم أو عصير طماطم مضروب في الخلاط ومتصفي، رشة سكر، مية، ملح وفلفل. بصوا احنا هنبدا بدي برضو ايه تبقى تمام عشان ايه نبقى الوصفه الحادقه معانا، وهنبدا بالحلو بقى ايه بعدها. تعالوا نقول بسم الله، هاخد كده الجلوفز وهنبدا نشتغل مع بعض. هنعمل الكفته الاول ككفته عاديه جدا، يعني طريقه كفته لطيفه وعاديه، اللي عنده بهارات من بهارات اللحم يستخدمها تبقى حلوه قوي. كباب صيني تمشي، جوزة الطيب تمام، احنا مش محتاجين بهارات كتير في اللحم لان احنا عايزين ناكلها بطعم يكون حلو. طيب هاخد كده بوله هنا كبيره، وهنحط اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم البصل، واول حاجه بحب اتبلها البصله شويه ملح وشوية الفلفل، وطبعا حط رشة من جوزة الطيب كده خفيفة، وخلينا الأول نقلب كده البصلة كده مع بعض. لو عندكم توابل كفتة مفيش مشكلة خالص، عشان زي ما بيقولوا احنا هنسيبها دلوقتي تعرق. دايما بيقولوا الجملة دي على اللحم لما بنخلطه بالبصل في اي بقى وصفه هنعملها فيها لحم مفروم وبصل، علشان تبقى بقى حواوشي، تبقى كفته، تبقى اي حاجه عشان تدي طعم حلو. طبعا شويه كده من البقدونس، كده بصوا كده ناخد شويه كده كده و كده شويه حلوين كده. هناخد بقى رشة كده من الشطة دي اختياري، يعني اللي مش عايز يحط ما يحطش، اللي عايز يحط يضيفها مفيش مشكلة، أو ممكن تبقى مكانها البابريكا كده. هنقلب بقى تقليبة حلوة كده، تعالوا كده بصوا مكرونة هنا أنا مش هسلقها ولا حاجة، هعملها بطريقة شوية مختلفة لكن إن شاء الله برضه هتدي نتيجة بإذن الله حلوة وطعم حلو، عشان اللحمه هنا هتبقى داخله فيها بشكل جميل فهتدينا ان شاء الله طعم حلو. بصوا كده طبعا احنا زمان عايزين نتكلم ان اصل المكرونه اصلا مش مؤكد، يعني ما احناش عارفين هما الطلاينه ولا اليونان، ولان في مطبخ في اليابان ناس بتقول في كتب واقاويل كتير يعني علشان الموضوع ده، كانوا بيتكلموا زمان عن الشعريه الجافه من حوالي 3000 سنه، وكانوا بيعملوا المكرونه دي من دي الرز. بصوا كده تعالوا، في بقى يقال ان كان في رحاله ايطالي اسمه مارك بولو تقريبا يا رب ما اكونش غلطانه، عمل رحله استكشافيه عملها بقى، راح بيها فين؟ راح ناحية الشرق، بلاد الشرق يعني، لمدة 24 سنة. يا نهار أبيض،
عايزه اقول لكم بقى، خلال رحلته الطويله دي اكتشف حاجات كتير، اهمهم بالنسبه له كانت المكرونه. لما رجع بقى على روما اشتهرت انها عاصمه المعكرونه فعلا. تقريبا المكرونه دي ليها اكتر من 350 شكل سباكيتي، وليها كمان فيتوتشيني واللازانيا والقواقع الصغيره والحلزوني، كل واحده ليها طريقه وشكل وليها صوص معين، والكانيلوني برضو بيدخل برضو تحت مصنفات المكرونه، بنلاقيه كده في السوبر ماركت. في مكرونه اسمها شعر الملاك، يعني حاجات كتير قوي. لكن خلينا نتكلم على اللي احنا عارفينه ومتعارف عليه عندنا، الانواع الكتيره للمكرونه. تعالوا بقى، انا دلوقتي عملت الكفته هنا، هبدا اعمل ايه بقى؟ هاخد معانا مدام سهير. اهلا وسهلا مدام، صباح الفل على حضرتك. تسلمي على المعلومات الحلوه دي. تسلمي يا حبيبه قلبي. احنا كل يوم هناكل مكرونه بقى. يا نهار ابيض، دي بس حلوه قوي بصراحه، هي جميله بس بتخن يا مدام سهير. لا فعلا، هي تسلم ايديك فعلا. تسلم يا حبيبتي. والمعلومات وحاجات كلها جميله، وصباحك زي الفل. الله يخليك يا فندم، ربنا يسعد صباحك. بس استاذنك، عملت كريب امبارح للاطفال. مش عارفه ليه معايا طلع ماشي. قولي لي مقاديرك كانت ايه؟ والله انا حطيت، انا كنت بعمله بصراحه كده يعني، ما يعني كنت بعمله على السريع لان الولاد طلبوه مني بالليل على السريع، اللبن والبيض والدقيق، وحطيت البيكنج باودر. انا بقول يمكن اكون انا تقلت شويه في البيكنج باودر. ما تحطيش بيكنج باودر اصلا. هو مش محتاج بيكنج باودر، هو هتحطي لو بيضه واحده او بيضتين، هتحطي عليهم كوبايتين من اللبن، الدقيق ممكن يبقوا كوبايتين على حسب القوام، لقيتيه تقيل خفيه واضربي كله في الخلاط، وحطي بس ذره من الفانيليا الباودر عشان ريحه الزفاره، سواء هتاكلوه حادق او حلو مش هتبان، ما تخافيش لو حطيتي نص كيس بس. انا ممكن اعمله برضو حادق يا شيف عظيمه؟ ممكن طبعا، اعمليه كل اللي انت عايزاه بنفس الطريقه دي ولا يهمك، واعمليه بالزيت، احلى حاجه ليه الزيت. طبعا الزيت ده بتدي طعم، بس انا مع سخونه الطاسه ساعات بتلسع. انا حطيت عليه زيت، بس انا بقول برضو ممكن يكون الزيت هو اللي ينشفه شويه. لا 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 خالص، لا خالص، ما تحطيلوش اولا بيكنج باودر. نوع الدقيق اللي تستخدميه فيه مش لازم يكون دقيق قوي، استخدمي دقيق فاخر عادي. دقيق عادي. الدقيق العادي بس كده خلاص، اضربيه كويس وصفيه وسيبيه شويه يرتاح 10 دقايق قبل ما تسخني الطاسه وتشتغلي فيه. مش هينشف معاكي، ولازم تغطيه يا مدام سهير، ما ينفعش تسيبيه مكشوف في الهواء، لازم نغطيه ببلاستيك او بحاجه تقفل عليه عشان يفضل محتفظ بطراوته. صباحك فل. صباحك فل حبيبه قلبي، صحه وهنا على قلبكم. بصوا بقى، انا حطيت معلقتين من النشا والدقيق عشان نمسك الايه، نمسك القوام الحلو ده. حلو الكلام. طيب هاخد بقى انا دلوقتي عشان حضراتكم تبقوا شايفين الطاجن اللي انا هعمل فيه، هاخد كده المعلقه السمنه هحطها هنا عشان هي هتسيح معايا في الفرن، وهنا انا بسخن الفرن بشكل كويس. اللي عايز يحط زيت يحط يا جماعه، مفيش مشكله خالص، هي معلقه واحده خلاص اهي. واللحمه المفرومه اصلا فيها نسبه دهون، فانا مش محتاجه يعني نسبه الدهون تبقى كتيره خلاص. اللي عايز يحط زيت يحط. هاخد بقى كده الاول المكرونه، هاخد شويه، بسم الله، دي مكرونه سباكيتي رفيعه خلاص، مش الفيتوتشيني التخينه. ليه بقى؟ علشان نسبه الصوص اللي هنحطه خفته وتقله هيفرق في تسويه نوع المكرونه اهو. بصوا بقى، هنعمل كانها سيخ، كانها ايه كده، شايفين ازاي اهو، كانها هي السيخ اللي بقى اعمل عليه الكفته. شايفين حضراتكم ازاي؟ واقفل من هنا كويس خلاص. هنحط كده، لازم يكون، تسلم يا رب. نحط بقى كده شويه شويه لحد ما نقفل البايركس بتاعنا. على فكره هي ملفته للنظر قوي للولاد، هتعجبهم قوي، وميزه بقى انها كلها تستوي مع بعض وندخلها الفرن وننسى امرها. عايزه اقول لكم الولاد بيحبوا المكرونات بكل اشكالها. بفرد كده شويه، فيها فوائد كتير، نسبه الكارب اللي فيها حلوه للعظم والجهاز بتاعهم العصبي، مهمه للباور والطاقه، بتقلل نسبه السكر في الدم، بتدي لهم طاقه، دي اهم حاجه، بيبقوا حابينها، تحسسهم كمان بالشبع لفتره حلوه. تعالوا كده ناخد شويه، الاطفال مستعدين ياكلوا مكروني كل يوم، انا كمان والله بحبها جدا. عايزه اقول لكم انا زمان كنت باخد في الحضانه ثابت لازم
اكيد اخواتي لو بيشوفوا هيضحكوا دلوقتي. مكرونه بالصوص، يعني مكرونه سباكيتي بالصلصه، وانجر كفته بانيه اللي هي الكفته بتتعمل فيها بيض وبقسماط مدوره دي، وبطاطس محمره. دول الثابتين بالنسبه لي. دول ثابتين في حياتي كانوا كده. بصوا بقى ناخد شويه كده كمان، هنعمل كده كل شويه، بتبقى لطيفه قوي بقى عند التقديم. بصوا بسم الله. طبعا الصوص هنعمله مع بعض دلوقتي، هنعمل صوص مكرونه حلو مرضي. اللي عايز بقى يضيف لصوص المكرونه ده من حضراتكم رشه من الزعتر الفريش او من غير، خلاص يعني الاضافات دي بتاعتكم اهو. شويه حلوين كمان كده. هنعمل بقى الصوص. معانا مدام منى، يا اهلا وسهلا مدام منى. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. أهلاً. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. سامعه؟ أيوة. حضرتك. الو حضرتك. سامعاكي حبيبتي، اتفضلي. لو سمحتي ممكن، انا عايزه طريقه حلوه للطاجن الورق العنب بالكوارع. بالكوارع، حاضر من عيني، هقول لحضرتك دلوقتي. بس الاهم بقى فيه يا مدام منى ان الكوارع تكوني عاملاها، هتاخد جزء من التسويه الاول وبعدين تضاف على طاجن الورق عنب. يعني مش هكذب عليكي واقول لك انك هتاخديها من مع الورق عنب وهو لسه ني هتستوي سوا كامل، لا لازم تاخد على الاقل السلقه الاوليه مع التنظيف مع البوكيه جارني. هنبدا فيه. يعني عايزه اقول لحضرتك لازم ناخد الكوارع الاول حاجه، بتغسليها وتنظفيها كويس جدا جدا، سواء بقى بالخل والملح لما تبقى نظيفه، وبعدين تعملي لها اول حاجه احنا اتفقنا ان في الاول ميه كده تغليها فيها شويه عصير ليمون، وبعد ما تغلي وتطلع الفوم الابيض ده الزفاره اللي بتبقى فيها ارميها الميه دي واغسلي الكوارع تاني واشطفيها، وبعدين حضرتك اعملي لها بقى الميه اللي هتتسلق فيها. الكوارع خديها كده معلقه صغيره من الزيت او السمنه، شوحيها وسيحي فيها فصين ثلاثه مستكه، ونزلي الكوارع تاخد صدمه، وبعد ما تاخد صدمه زودي عليها ورق اللورا والبصل والحبهان واللي انت كل المنكهات اللي انت عايزاها، عود كرفس، جزرايه، براحتك. المهم انسلقيها بعد ما تغلي الميه، انزلي الكوارع بقى واسلقيها، حطي ميه مغليه نظيفه. وبعد كده ابدأي بقى ايه، بعد ما تبدا تقرب في التسويه هنبدا نطلع حته ونقطع ونبدا نعمل تشويحه ليها بفص ثوم وشويه بهارات، ونشوحها مع بعض، ونخلي دي الارضيه اللي هنبني عليها الورق عنب اللي انت هتعمليه بالخلطه اللي حضرتك عارفاها. تمام. هنعمله بقى ونبدا نضيف عليها الورق العنب من فوق، شرايح ليمون وعصير ليمون، ومن في النص كام شريحه ثوم كده، واسقيه بالشوربه او بالمرق بتاع الكوارع، بتاع الكوارع اللي حضرتك سلقتيها فيه، ودوقيه بقى الطعم وادعي لي وقولي لي اخبار الطريقه دي ايه. هيطلع مستوي، الكوارع مستويه، خدت تسويه الورق عنب وتمام، وهتطلع ليها طعم، خدوا من بعض، هي خدت من خلطه المحشي والشوربه. انا ما انا بسخن الشوربه يا حبايبي، بسخن الطاسه. ناخد ام جوزيف حبيبتي. صباح الفل ام جوزيف. صباح العسل عليك يا قلبي. حبيبه قلبي، عامله ايه يا روح قلبي؟ الحمد لله. شوف الكل، نشكر ربنا. الحمد لله يا عم. يا رب دايما تستاهلي الحمد حبيبتي. ووصف ورق العنب بالكوارع دي جميله. حبيبتي طبعا تسلم والله، افكارك الجميله يا الله يخليك يا حبيبتي. تسلمي يا ربنا. بص كفته الرز، شوف عادي ما بتتعمل تكفر مره ولا مرتين. والله هو الافضل مرتين، بس ليه بقى؟ عشان الرز يكون تمام. لو انت عايزاها مره واحده ممكن تستخدمي دقيق رز بدل الرز. في كياس كده بتتباع بيبقى دقيق رز، ده بياخد مره واحده بس. طيب ماشي. لكن الراجل سالني وانا بصراحه ما عرفتش. لا مرتين عند الراجل، مرتين. طيب ماشي، يعني مرتين هيبقى احسن. جميله يا رب. حبيبتي تسلمي يا ام جوزيف، وصحه وهنا على قلبك يا رب. طيب انا طبعا بسخن هنا، باخد تشويحه كده للبصل، رشه ملح وفلفل برضو زي ما قلت لحضراتكم كده، وبعدين هنشوح فيهم تشويحه حلوه تدبل بس البصلايه. هحط هنا معلقه واحده للهريسه، وده اختياري. خلاص هاخد بقى عليها شويه من الصوص ده. بصوا بقى الصوص ده هو اللي هصبه فوق الايه،
الكفتة بالمكرونة عشان يستوي فيه. بس اديله بس تشويحة كده حلوة على النار، وهاخد معلقة سكر صغيرة تظبط الحموضة معانا، نونو خالص اهي بس كده. دي للناس اللي هي اللي بتستخدم صلصة الطماطم او الطماطم بتعملها حموضة، مع قدير الصوص قدام حضراتكم تشيل الحموضة خالص، تاخد بس غلوة حلوة كده، وهنروح ضيفينها على الخليط بتاعنا اللي قدام حضراتكم وهندخلها الفرن. انا مش هعمل اي حاجه غير لما حضراتكم ترجعوا بالسلامه، هستسمحكم طبعا في فاصل واستراحه بسيطه، نرجع بعد الاستراحه ندخل الطاجن ده الفرن ونبدا نعمل وصفه جديده في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. دلوقتي بصوا بصب الصوص كده على الكفته والمكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم، الله ايه الجمال ده. تعالوا كده ندخلهم الفرن مع بعض، وان شاء الله حلقه مدام منال الاسبوع اللي جاي حلقه خاصه. كانت مدام منال طلبت مننا حاجه يا نودي، وكان في حلقه كمان طلبت مننا للبهارات خاصه بتكوين البهارات في البيت، هنعملها ان شاء الله بفضل الله. كل اللي حضراتكم تطلبوه من العين دي ومن العين دي. بوجه تحيه لزينه حبيبتي، طبعا هي في المدرسه، لكن بوجه لها تحيه وبقول لمامتها تسلم ايديها، بتعمل اللانش بوكس بتاعها كل يوم وهي رايحه. بتسلموني. ندخل الفرن بقى حراره متوسطه، انا هقلل بس شويه هنا على 200، هنخليها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنديها ربع ساعه ان شاء الله تطلع معانا وتبقى تمام. نقفل بقى عليها ونبدأ دلوقتي نستعد نعمل وصفة تانية من الوصفات الحلو بس المحببة. هجهز لها كده بقى ايه، هننزل الرز المعمر الحلو. احنا عملنا قبل كده الرز المعمر الحادق بس بطريقة سهلة وسريعة، النهاردة هنعمله الحلو برضو بطريقة جميلة ليه محبيه، في ناس كتير قوي بتحبه. خلينا كده ايه نبدأ نقول بسم الله، ننزل المقادير. هاخد كده حلة من دي عشان انا عايزة اسخن هنا اللبن. معانا بقى كوبايه من الرز، الكوبايه الرز عليها تقريبا كيلو لبن او كيلو كوبايه لو انتوا حابينه يبقى تمام، لو انتوا مش عايزين تضيفوا كريمه هيبقى كيلو وكوبايه. طيب لو هنضيف كل كوبايه رز عليها كيلو لبن، عايزين تضعفوا ضعفوا. وعندي كوبايه كريمه لباني، دي مكان كوبايه اللبن اللي انا قلت لحضراتكم عليها زياده. عندي عندي ربع كيلو من السكر اللي هو 250 جرام، كوبايه النص كيلو ده على الاثنين كيلو، معلش عدلوها خلوها 250. ربع كيلو، باكيتين فانيليا، وحوالي 75 جرام زبده، يعني هنحط مثلا معلقتين زبده كبار، دنيتهم تبقى جميله، لان انا هضيف قشطه. فالقشطه عندي كفايه، وعندي طبعا مكسرات حسب الرغبه، انا بحب احط اضيف عود قرف. تعالوا كده ناخد اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم، هحط كده اللبن. وهحط معاه الكريمة. بسم الله هنا على النار، وهدوب معاهم السكر. تعالوا نبص على المقادير. أيوة كده، هو ده هو ده حبايبي، تسلم إيديكم تسلم إيدي. وتعالوا السكر أهو، وطبعا مع اللبن ضروري عود القرفة، نقطة واحدة من الفانيليا، وعود القرفة ده اختياري، وانا حطيت الخشب بس عشان حاجه واحده، عشان اللي ما بيحبش طعم القرفه قوي ما يتضايقش. هندوب كده تدويبه سريعه للسكر، وهنضيف طبعا كمان كوبايه الرز زي ما هي. اغسلوه واشطفوه ما فيش مشكله، انا عايزين ننزل النشا بتاعه هنا شويه. انا معايا ام اسلام حبيبتي، سلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه يا روح قلبي؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله بخير، وبدعي لك من قلبي بقالي يومين. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يتم شفاكي على الف خير يا رب. حبيبتي ربنا يبارك لك يا حبيبه قلبي. امين يا روح، ما يحرم منك ابدا يا رب، ولا من دعواتك. امين يا رب، وما يحرمناش منك ولا من سماع صوتك، وانت في احسن حال حبيبه قلبي والله. وحشاني. وانت اكتر يا ام اسلام والله، تسلم ايدك على كل حاجه والله. تسلم يا حبيبه عمري، ربنا يبارك لك. يعني عايزه اقول لك ان انا
عملت البسيس بطريقتك ما شاء الله حلوه جميله. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. ما شاء الله، تسلم ايديكي انت حبيبه قلبي. تسلم ايدك، ربنا يبارك لك. انت كل حاجه بتعمليها جميله قوي، مقدره حلوه قوي والله يا عظيم. الله يسعد قلبك والله يا ام اسلام، شرف ليا ثقتكم الغاليه دي والله حبيبتي، لان انا عارفه انتم ما شاء الله في المطبخ. الله اكبر عليكم، ربنا يحفظكم جميعا ما شاء الله اساتذه. ربنا يخليك يا حبيبتي. لا برضو ده ما يمنعش ان احنا نتعلم منك يا حبيبه قلبي، كتر خيرك والله. تسلمي لي يا حبيبه عمر. ربنا يخليكي يا حبيبتي وتسلم ايدك على كل حاجه. تسلمي يا حبيبه قلبي، ربنا يطمني عليكي دايما يا رب. ربنا يخليكي، سلام الخير يا يوصل يا حبيبه قلبي في حفظ الله، في حفظ الله. بصوا بقى، انا حطيت معلقتين الزبده، حطيت اللبن، حطيت الكريمه، قلنا كل كوبايه رز عليها كيلو كوبايه لبن. انا النهارده حطيت الكوبايه كريمه تدي طعم. والله لو مش عند حضراتكم ما تشغلوش بالكم، حطوا لبن والقشطه، معلقتين وش اللبن دول كفايه برضه، هيدوها طعم رائع ما تقلقوش خالص. بصوا بقى كده، حطيت الزبده وحطيت السكر وحطيت عود القرفه، حطيت رشه من الفانيليا، وبقلب كل المقادير دي واسيب اللبن كده ياخد ويدي بس مع الرز شويه، وبعدين هحطه فين؟ في الطاجن. انا هنا خليني ايه يعني ممكن ندعم بشويه من اللبن البودره للي عايز لبن بودره. ده بقى اكتر حاجه بتعمل حاجتين، تدي طعم وتدي لون. لو ما عندكوش قشطه تدي طعم وتدي ايه لون، بيدي لون حلو كده للحاجه. عشان كده في كتير ناس بتحب تحطه في المعجنات. ماشي الكلام. الريحه طبعا روعه، ريحه القرفه مع شويه الفانيليا اللي حطيناهم، معلقتين زبده. احنا برده مش عايزين يبقى دسم قوي، هنكتفي بالقشطه بقى اللي احنا حطيناها والكريمه، ونقلب كده مع الرز. انا دلوقتي حطيت الرز، بصوا سايباه بقى يغلي غلوتين ثلاثه كده على النار. بصوا كده انا حاطه الرز اهو، اهو اهو شايفين الرز تمام اهو اهو. عايزه اقول لكم الرز المعمر ده طبعا سواء حلو او حادق طبعا مشهور بيه الفلاحين او الصعايده، ليه كده رونق وليه طقوس وليه كده، يعد من الحاجات التراثيه عندهم وليه طعم مختلف عندهم سبحان الله. ف بصوا كده، لا ما تقلقوش هنبص عليها دلوقتي لسه تمام. انا ممكن اطلعها بس فوق عشان انجازا للوقت. ايوه بسم الله، ونسخن هنا حبايبي. ماشي، نعمل هنا. مش عارفة مين اللي كان فاصل الفرن اهو. والله لان حد كان ظابطه دلوقتي هو شغال. نيتكم خير يا ولاد والله. نقلب بقى تقليبة حلوة وهنسيبه بقى ياخد ويدي كده مع بعض، وتعالوا ايه نستعد عقبال ما يغلي معانا ونقدمه في الطاجن بتاعنا. انا عندي هنا سوداني، عندي زبيب، عندي جوز هند، عندي لوز، اللي موجود عند حضراتكم. باخد كده كميه من المكسرات، بحط شويه كده، وعايزين تخلوهم مبشورين اكتر مفيش مشكله. شويه اللوز، بحط معاهم شويه جوز هند، بقلب كده تقليبه حلوه. معانا ام محمد، يا اهلا وسهلا ام محمد، يا مرحب. ومعلقه سكر. الو، اهلا وسهلا بيك يا ام محمد. ازي حضرتك يا شيف عظيم؟ اهلا بحضرتك واهلا وسهلا. الو، انا سامعاكي، ممكن توطي التلفزيون؟ وطي التلفزيون يا ام محمد واسمعيني. اسمعيني من التليفون. ايوه يا حبيبتي، اهلا وسهلا بيكي. ايوه ازي حضرتك يا شيف عظيم؟ الحمد لله حبيبتي بخير. عاملة ايه؟ بخير يا حبيبة قلبي يا ام محمد، اتفضلي انا سامعاكي. عايزة سمحتي طريقة عمل العكاوي. من عينيا. عايزة تعمليها طاجن؟ ايوه. من عندي ولا عندي؟ هقولها لك دلوقتي. من عينيا. طاجن العكاوي يا ام محمد. طبعا العكوة هتجيبيها وبتبقى متقطعة، او انت اللي بتقطعيها زي ما انت عايزة. اولا لازم تاخد الاول صدمه على النار، يعني بديها كده معلقه سمنه، وممكن تديها فصين مستكه، واديها صدمه الاول كده شوحيها. وبعدين كميه بصل حلوه بقى، كميه بصل كده قطعيه، سواء انت بتفرميه او انت بتبشريه او بتقطعيه، ولازم يبقى فيها بصل يعني متشاف شويه عشان لما تستوي يبقى فيها نسبه بصل، وتدخليها في الطاجن. عندك جزر،
شويه ممكن تحطي، او البصل القورمه لو انت عايزه مفيش مشكله. هتشوحي بقى ايه وتحطي لها ملح وفلفل والبهارات بتاعه اللحم، السبع بهارات بتاعتنا العاديه، هي مش محتاجه حاجات كتير. في ناس بتقطع بقى عود قرن فلفل او قرنين فلفل، تحط معاها فلفل الوان ماشي، تحط معاها اللهم صل على سيدنا محمد خضار. يعني انا ساعات لما بعملها يا بعملها بالبصل بس واديها شويه طماطم كده متقطعه خفيف قوي معاها مكعبات مع فلفل الوان، وبعدين اول ما تبدا تغلي وتتشوح هتبدا تسرد شويه ميه، تتشرب الميه بتاعتها، هديها شويه ميه سخنه واسيبها تاخد وتدي مع بعض نص سوا. لما توصل نص سوا وبعدين ابدا انقل كل اللي في الحله ده احطه في طاجن. الطاجن سخنيه في الفرن قبل ما تحطي فيه العكاوي، لازم يسخن قوي، وبعدين تحطي فيه العكاوي بتاعتك. عايزه تديها طماطم ماشي لو حابه، او معلقه صلصه على حسب انت بتحبيها بيها او من غيرها. اهم حاجه ان هي مش محتاجه حاجه غير انك تستشعري الطعم بتاعها. هديها بقى ورقتين لورا، عود قرفه اذا بتحبي القرفه، وكلي احلى عكاوي، طاجن عكاوي هيعجبك جدا. هتلاقي بقى طعم العكاوي دي بقى في الجزر وبقى في البصل، بقت عسل. شويه رز جنبها بقى وكلي وادعي لي. معانا بسمله، اهلا وسهلا يا بسمله، اهلا بيك. ازيك؟ ازي حضرتك يا سيدي؟ اهلا بيكي حبيبه قلبي، ازيك انت؟ ايوه انا معاكي، سامعاكي، اتفضلي. تمام يا ستي، انت اخبارك ايه؟ انا بخير طول ما انتم بخير يا حبيبتي. كنت قولي يا روحي. كنت عايزه اسال حضرتك يا ستي عن طريقه عمل عجينه الكريب، علشان كل ما باجي اعملها ما بتطلعش مظبوطه. طب ننزل مقادير الكريب دلوقتي وانا هقول لك بتعمليها ازاي، سهله قوي، وهستنى تليفونك تقولي لي نجحت معاكي ولا لا. نزلي عجينه الكريب يا نودي بعد اذنك. ندى هتنزل لنا حالا عجينه الكريب، احنا عملناها، وادخلي شوفي الحلقه على اليوتيوب، ادخلي يا بسمله اكتبي الكريب الشيف عظيمه قناه الاهلي، هتطلع لك، اتفرجي عليها وشوفي انا عملته ازاي. هي بسيطه وسهله، اضربي كله في الخلاط، بتضربي كل حاجه في الخلاط وبعدين صفيها خلاص. دي اسهل حاجه في الدنيا. وبعدين الطاسه تسخن، تكون طاسه مش بتلزق، ونمسح بين كل واحده والتانيه شويه زيت، وهنزلك المقادير حالا يا حبيبتي. طيب انا هاخد هنا كده، خليني ايه اخد طاسه هنا اسخن بقى هنا شويه. انا محتاجه ان انا اعمل وصفه كده لطيفه، خلينا نشتغل فيها مع بعض. نبص كده على المكرونه والكفته، هتبدا اهي بدات تغلي، بس بحب دايما الففها اهي. بدات الكفته يعني هتدخل في التسويه، خلي بالكم ما بتاخدش وقت كتير. تمام، بس الله يسامحه اللي كان طافي الفرن، كان مشغل شوايه بس. طيب نقلب بقى، بصوا الرز عشان انا حطيته هيبدا يسرد شويه نشا، هي اللي تدي القوام. انا بقى ولا هحط دقيق ولا نشا ولا اي حاجه، هو النشا اللي في الرز نفسه خلاص، هو اللي سوى. وانا هنا خلطت المكونات بتاعه المكسرات، حطيتهم على بعض مع جوز هند ومعلقه سكر زي ما بنعمل القطايف، عارفين نفس الفكره. وادي القشطه دي على الوش بقى في الاخر خلاص. وانا هنا معلقتين الزبده حطيتهم في المكونات، وانا هنا معليه النار قوي، خليني برضو اعليها اكتر عشان ايه تبقى تمام يستوي معايا على طول. هنا بقى هنبدا في وصفه جديده، تعالوا كده نقولها مع بعض حدقه نشتغل فيها عقبال ما ده ياخد سوا شويه. وصفه لطيفه وسهله للولاد، عندي حلقات البطاطس، حلقات بطاطس ظريفه قوي، بطاطس مهروسه. البطاطس كتير في الشتاء واحنا بنستخدمها كتير للولاد، خلينا ننوع في الاصناف بتاعتها. عندي بطاطستين ههرسهم كويس قوي مسلوقين يعني، وعندي بقدونس مفروم، معلقه زبده، وعندي معلقه كبيره من الزبده، وعندي معلقتين ثوم مفروم، وعندي نص كوبايه ميه، وعندي ملح، وعندي اربع معالق دقيق واربع معالق نشا، وطبعا زيت هنحمر فيه. وطبعا عايزين تقدموها بقى مع كاتشب، مع مستردة، مع اي حاجه انتوا عايزينها براحتكم. انا طبعا هنا بصوا اللبن بدا خلاص اهو يغلي بقى، والرز هيبدا يدخل، يبدا كده ينفش ويدخل في التسويه عشان اديله بقيه التسويه بتاعته فين في الطاجن في الفرن، وياخد الوش والتمام مع بعض. بصوا اهو اخر حاجه مع عود القرفه اللي انا وريته لحضراتكم، خلي الريحه روعه، مع الفانيليا، معلقتين الزبده. دلوقتي بقى قبل ما ابدا في اي حاجه هنطلع الاستراحه، وهنرجع بعد الاستراحه نشتغل الوصفه دي، ونكون معانا المكرونه استوت نوريها لحضراتكم بعد الاستراحه، في انتظاركم. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. بصوا بقى
النشا بتاع الرز، انا مش عايزه يعني مش عايزه ان انا اسيبه بقى اكتر من كده، انا عايزه ايه احطه بقى في الطاجن علشان اظبط الدنيا. فبصوا بقى حضراتكم، انا هاخد كده بسم الله الرحمن الرحيم، هصبه زي ما هو بعود القرفه. خلاص، التسوية دي مهمة قوي في الطاجن، بتفرق معاه قوي والله. في ناس ما بتظبطش معاهم، ساعات يقولوا لي ايه بيطلع ني وكده، فاحنا ايه انا حبيت ان انا اعمله بطريقة تسهل على كل اصدقائنا. انا طبعا هقلب دول دلوقتي جوه الخليط، مش هسيبهم على الوش كده، يعني هديهم بالمعلقة كده جوه الخليط بتاع الرز، واحط بقى على الوش الاضافات دي بقى بتاعت حضراتكم، على الوش القشطة اللي اتفقنا عليها. خلاص تاخد بس اللون. تعالوا بقى ناخد، بصوا هناخد كده القشطة وش اللبن بقى، القشطه اللي عند حضراتكم اللي يريحكم، قشطه بلدي زي ما تحبوا اهو. ها ده شايفين قشطه كده تمام. تعالوا بقى ندخل انتوا مش معايا في المقادير ولا ايه؟ حبايبي هطلع دي بقى، يا نهار هنسيب دي بقى هنا، بصوا كده بسم الله. وتعالوا ناخد الطاجن ده، ومعلش حاضر بسم الله، ندخل الطاجن بتاعنا بقى المهم ده الفرن. ها بسم الله الرحمن الرحيم، نسيبه بقى شويه كده. اصلا هو لما يقعد، بصوا بقى الكفته بقت جميله جدا، ناخد بقى كده ايه نقرب الطاجن كده، نجيب الملقاط ماشي. بصوا الجمال، يا نهار ابيض، تاكل بالشوكه والسكينه، ريحتها حلوه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا اولاد، تسلم ايدك يا ست الكل، حياه قلبي، تسلموا يا حبايبي. اه ايوه سامعاك والله. لا تسلموا لي، انتوا قولوا لي يا حبايبي. بصوا الجمال، كابوريا، يا سلام، ده احساس رائع والله والله، يا ريت كابوريا المكروني ماشي، او الكابوريا كده. تسلمولي، هي بس فكره جميله، الولاد والله بيحبوا حاجات كده، انا بحاول يعني ايه نبسطهم بكل الطرق، انه يبقى يعني في حاجات افكار جديده، ممكن تكون بنفس المكونات بس افكارها هي اللي مختلفه شويه كده ماشي. هاخد طبعا شويه من الصوص ده، مش هسيبه لانه مهم، يعني ايه اخد كده شويه منه، وهننضف طبعا الطبق بتاعنا كده حبه حلوين. الحقيقه رائع، شايفين ازاي؟ تعالوا بقى ننضف كده حوالين الطبق ونقدمه، ونحرش رشه بقدونس حلوه كده،
نمسح هنا. اوبا. ومعانا ام محمود، يا اهلا وسهلا. ام محمود يا غاليه. يا صباح القشطه. صباح الفل يا حبيبه قلبي، اهلا وسهلا. انتي نعمه ليا والله، نعمه ليك. الله يخليكي حبيبتي. الحاجات الحلوه الجميله تسلم ايدك. تسلم يا روح قلبي، ربنا يخليك. العيال بيقولوا لي عايزين المكرونه دي. اعمل لهم يلا وقولي لي رايك. عينيا حالا. تسلم عينيكي، ربنا يبارك فيك. تنزل زي الرز كده الله يسلمك. عينيا حبيبه قلبي، عيني شفت الرز برضو جميل جميل. تسلمي تسلمي، ربنا يسعدك. الله يخليك يا ام محمود، ما تحرمش. تسلم ايدك لينا والله، انت نعمه ليا والله. الله يخليك حبيبتي، انتوا اللي نعمه في حياتي والله، ربنا يديمكم نعمه دايما. ربنا يسعدك. تسلمي يا حبيبه قلبي، كتر خيرك. ما تنسيش حلقه السمك. من عيني والله ما ناسيه، انا كتبتها خلاص، وان شاء الله الاسابيع اللي جايه اسبوعين الجايين هتلاقيها، وهقول لك قبلها باذن الله يا ام محمود. تسلمي. ماشي، تعالوا بقى نبص بصه كده هنا، بدات تسيح الرز بقى، بدا القشطه شويه بدا ياخد، بس لسه شوفوا الجو الجميل ده، عايزين تشوفوا؟ يلا حبايبي، يا سلام. ده الرز، هنبص بصه. والمكرونه، المكرونه دي اللي عبقريه وريحتها روعه وسهله وبسيطه وجميله، ويعني جربوها. نعمل ايه؟ يلا نعمل الحاجات، البطاطس. يلا بينا، تعالوا بصوا بقى. هناخد طاسه كده انا سخنتها، هي بسيطه، هاخد كده فصين توم، هنزل المقادير بس لام محمود لو سمحتي يا ندى بعد اذنك، علشان نبقى قفلنا ايه الوصفه دي، وننزل بعدها البطاطس واحنا شغالين. طيب بصوا بقى، ناخد المقادير، هاخد هنا معلقتين زبده كده، معايا بطاطس مهروسه، بقدونس مفروم، ومعلقه كبيره زبده، ومعلقتين ثوم مفروم، ونص كوبايه من الميه، ومعانا ملح، واربع معالق دقيق، واربع معالق نشا، وزيت للقلي، والكاتشب ده للتقديم. بصوا بقى، انا هشيل بس الفص الثوم الزياده ده، هحطه هنا عشان خساره اهو، وهشوح دول، هنزل عليهم ايه بقى؟ الزبده خلاص، والثوم اهو شوحته. هنحط بقى، تعالوا ناخد كده ايه، ميه عاديه، نص كوبايه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهناخد ميه بس تسخن مع الصوص الحلو ده، اللي عايز يحط توم باودر يا جماعه يحط اهي. وهنحط الدقيق، تحسوا انه هيبقى زي العجينه، وطبعا ذره الملح ما تنسوهاش، زي عجينه الشو كده، زي عجينه الاكلير. بصوا ازاي اهي، اول ما تلم نفسها هنحط عليها ايه، لا هنحطها هي بقى على البطاطس هنا، خليهم العكس عشان ما تبقاش سخنه قوي يا اولاد. هحطها هنا خلاص، وقبل ما احطها هنا هعمل كالاتي، انا عندي نشا ما تنسوش، هنحط كمان النشا عشان تبقى مقرمشه. بسم الله، ونشيل بقى ده كده من الوش، ونقلب الايه الخليط ده كده مع بعض، وسيبوا بقى العجينه دي تسقع. هنحط بقى كده رشه من البقدونس حلوه، خلاص رشه فلفل، اللي عايز يحطه بقى بصل اخضر، يحط اي مكونات تانيه او فلفل اخضر اللي يريح حضراتكم. هنقلب بقى كده، لازم تاخد قوام العجينه، لازم يعني باقي الدقيق اللي احنا معايرينه لازم تاخده، انا خدت منه شويه على قد الصوص، لازم تاخده اهو. خلاص هنقلب بقى العجينه دي، ممكن تسقعوها شويه، وبعدين بنفردها عادي ونشكلها زي ما احنا عايزين. تعملوها بقى بقوالب البسكوت او غيره براحه حضراتكم. هشيل بس دول. بصوا كده، خليني ايه اخد كده آه.
بسم الله. ناخد بس معلقه هنا ونقلب احلى بالمعلقه عشان انا ايه بتعب من الجلوفز دي بتخنقني. هاخد بقى بص هوريكم شويه هنا الزيت بدا يسخن تمام، هوريكم وانا بشكلها هشكلها ازاي عشان احنا هنا مشكلين شويه بتتفرد ونعملها بالقطعات. بس خليني الاول اجرب. تمام هشتغلها مع حضراتكم دلوقتي. بسم الله اهي لما تبقى زي العجينه ما بتلزقش ومش لينه خلاص. على فكره تقدروا تعملوا ميكس بين البطاطس وبين البطاطا المهروسه، اسلقوا البطاطا واعملوا لهم دمج مع بعض هتدينا برضو نفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. بصوا نحط واحده كمان، فكروني باللي في الفرن يا ولاد. واحده كمان اهو، دي برضو لطيفه جدا الواد يحبوا ياكلوها كده. هاخد منها في طريقتين هوريهم لكم، اما الطريقه اللي احنا عملناها بالقطاعات او هاخد طريقه واحده كده وهاخد رشه دقيق. على فكره تقدروا تستخدموا الدقيق العادي او دقيق الرز اللي انتوا بتحبوه، يعني الاثنين واحد، ممكن تحطوا دقيق رز او دقيق عادي عشان بس ايه تبقى الدنيا جميله. بصوا بقى هاخد كده جزء، طبعا اللي عايز يستخدم البصل الباودر مفيش مشكله، ممكن طريقه تانية غير اللي احنا شكلناها دي تبقى كده. شايفين ازاي اهي على شكل دايره اهو، شايفين الدنيا دي اهي. هناخد واحده كمان، على فكره تقدروا تعملوها ستاكس طويله زي دي كده مفيش مشكله، اللي يريح حضراتكم اهي. بصوا كده حاضر، وتحمروا بقى الشكل اللي يريح حضراتكم اهو. هفرد كده، عايزه اقول لكم الولاد بقى يحبوا الحاجات دي قوي، يعني يتبسطوا قوي. انا ممكن بقى اقطع هنا كده، الكبار والصغيرين انا والله لو اتقدمت لي كده وقعدت انقنق فيها هتبسط بيها قوي. لا ممكن تدخل الفرن طبعا، لسه بيسالوني تدخل الفرن، رش رشه زيت من بخاخ زيت وندخلها الفرن ما يجرالهاش اي حاجه، ايه المشكله اهي مش هتقول لا يعني اهي. شايفين ازاي اهي، انا احب الشكل ده بس ماشي، هم يعني تعبوا في الاولاني فخلينا ايه نراضيهم شويه. ماشي بسم الله اهو تمام حلو قوي كده. هنحمر بقى شويه الحلوين دول، اهم حاجه دخلوها بس الثلاجه تتماسك شويه، يعني شوفوا انا بحط رشه كده وافرد، باخد منها حته بس افرد بيها تبقى سهله عليا تبقى رائعه اهي. شايفين حضراتكم ازاي جميله قوي، انا بصراحه بحب كل الوصفات اللي بالبطاطس، اي وصفه فيها بطاطس بحبها اهو. لازم بقى تسقعوها شويه قبل ما تدخل الايه الزيت عشان تبقى متماسكه مع حضراتكم. ماشي الكلام، هقلع بقى انا الجلافز ده وخليني ايه اشيل دول كده، ابص بصه هنا هبصص حضراتكم معايا، بدا يقول يعني بس لازم اشركه عقبال ما انا ارتب وانضف الجزء ده. كده سايبه لكم الفرن يا حبايب قلبي تمام كده، هتشوفوا الفرن تمام، انا فاتحه لكم ايوه تسلم ايديكم. بدا بقى ايه هياخد اللون ويبدا يبقى جميل، وهتلاقوه كده ايه جوسي ما هوش يعني ماسك جامد، والرز تحسوه كانه كده ايه ما فيهوش نسبه لبن، لا هتتبسطوا من الطاجن ده قوي بجد، يعني احنا ادينا له نسبه اللبن المظبوطه حقيقي. خلينا بس ايه ممكن يبقى له سنه كده زودت شويه علشان يطلع معانا على طول،
وتعالوا بقى نجهز هنا الطبق القمر ده كده. هاخد شويه بقدونس هنا، في طبق هنا عاجبني ممكن اخد ده. ايوه كده، نعمل الكام واحده دول. نزلنا المقادير يا لوزه، نزلنا مقادير الكريب. طيب يلا عشان اصدقائنا ما يبقاش ليهم طلبات لينا في الحلقه، عشان نبقى احنا كده ايه لبينا اللي طلب مننا في حلقه النهارده، على ان شاء الله وعد ان احنا نلبي الطلبات اللي باقيه. كده هنا معلش عشان النار ساعات بتطفي. بصوا المقادير نزلت قدام حضرتك، الكريب نص لتر يعني كوبايتين، ثلاث بيضات وممكن يبقوا بيضتين وبيضه، كل ده هيمشي معاه من اول بيضه لحد ثلاث بيضات، كوبايتين الا ربع من الدقيق الى كوبايتين على حسب نوع الدقيق وامتصاصه للسوائل اللي حضرتك بتستخدميه، ثلاث معالق زبده حطيهم كده او مكعب زبده زي ده، المهم تذوبيهم يبقوا سايلين، وثلاث معالق سكر، معلقه صغيره من الفانيليا. اضربيهم كلهم مع بعض في الخلاط وشوفي القوام، لو انت حسيتي ان القوام زي بتاع القطايف وصفيه، لقيتيه تمام عايزه تخفيه هنزود شويه لبن فقط لا غير. موضوع بسيط وسهل وجميل. واحده واحده كده ونفردها، بس اهم حاجه ما ينفعش نحط العجين قبل ما الطاسه تسخن مليون في الميه عشان ما تلزقش منك، لان اول واحده دي لو الطاسه ما سخنتش هتلاقيها بتلزق، مسكت في الايه في الطاسه حتى لو انت دهناها، فدي حاجه مهمه قوي. عارفين عاملين زي القطايف اول طلعه او اول رصه في القطايف دايما تلاقوها ايه بتلزق سنه كده. طيب معانا مدام منال، يا اهلا وسهلا. يا صباح الفل وصباح الجمال والحاجات الجميله دي حبيبتي مدام منال، صباح الفل عليك قلبي. عايزه اقول لك الف الف مليون شكر على الجبنه الرومي، طلعت صح بجد، جربتيها عجبتك؟ والله العظيم جميله ولونها طلع جميل جدا. طب شفتي بقى يعني وايه، بصي انا زودت الملح شويه عشان انا بحبها تبقى حادقه. ماشي ده براحتك طبعا. طلعت تحفه 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 يا حبيبتي. ما كملتش يوم والتاني خلصت ما شاء الله، هي من حلاوتها نبدا بقى نعمل فيها كتير. ما شاء الله ما شاء الله. انا بشتريها بقى كل اسبوع مره كده وخلاص، بس بصراحه يعني تسلم ايديكي يا شيف عظيم. تسلمي يا حبيبه قلبي، ان شاء الله هعمل الموتزاريلا لانها طلبت مني، هنعملها من لبن الحليب بتاعنا. انا هستناكي برضو فيها عشان احنا بنطبق دي بقى الولاد بيحبوها كتير جدا. من عينيا عينيا ليكوا والله مدام منال. تسلم ايديكي مقدما على كل الحاجات اللي انت بتعملها. حبيبتي تسلمي يا رب وتعيشي، شكرا لذوق حضرتك وميرسي ان انا سمعت صوتك. شكرا يا مدام منال. حاضر. انا مش عارفه ده بس ايه يعني معاند معايا النهارده، قرفتي مش جايه مع قرفه البوتاجاز والفرن ليه مش عارفه. بسم الله خلينا نطلع ده بقى، يعني هو خد لون إيه؟ لا بأس به. بسم الله معلش عشان انا الوقت طبعا. بصوا بقى هنقدمه دلوقتي، يا نهار ابيض بسم الله ما شاء الله. نقفل هشوف طبق كده مدور نحط ده تحته ولا نحطه على طول كده يا حبايب قلبي، تحبوا ايه؟ ها طبق كده ماشي ناخد ده. يلا بينا. ايوه نحط له كده اندرلاين. بسم الله. طيب بسم الله ادي الطاجن، سيبوه بقى يهدى كان محتاج شويه كمان، ونبدا بقى نطلع الكام بطاطساي الحلوين دول. ناخد كده الملقط بسم الله. ها احط بس كام طبق صغنن كده في منديل اطلع عليه الاول، ولو في مصفى جنب حضراتكم تصفوا عليها الزيت مفيش مشكله خالص. وقدموا بقى البطاطس الحلوه دي جنبها هنا بولت كاتشب كده هنا، و
عايزه اقول لكم من الحاجات الحلوه قوي، ارمشوها بقى زي ما انتوا عايزين. يعني تقدر تتحمر بقى اكتر من كده كمان زي ما انتوا تحبوا. وايه، نبدا بقى نستعد للفقره الطبيه مع حضراتكم، وطبعا اجابات الاسئله اللي حضراتكم سالتونا عليها ان شاء الله. بسم الله. واتمنى يا رب النهارده الوصفات تكون خفيفه ولطيفه. طبعا انا اقدر ننزل برضو من دول، بصوا كده، بس دول لازم يجمدوا شويه عشان ياخدوا الشكل ده، الشكل ده جميل برضو قوي. معلش مخرجنا جيبولنا في الزيت بس ثانيه واحده. اهو الدوائر الحلوه، تسلم ايديكوا والله، ميرسي جدا جدا. بصوا ده شكل تاني، اللي شكل اللي رايح حضراتكم شبه الدونت، ماشي. الشكل اللي انا عملته رول وعملته مدور زي اللي في الزيت دلوقتي، مخرجنا هيقطع عليه، ماشي. عايزين تعملوها صوابع، ترولوها كده وتقطعوها بالسكينه زي البقسماط، برده ماشي. احنا هنستسمح حضراتكم بقى ان احنا نستعد للفقره الطبيه ان شاء الله بعد الاستراحه دي. شكل المدور اللي انا لسه كنت عاملاه ونزلت منه في الزيت مع حضراتكم اهو كده، برضو من الاشكال اللطيفه جدا وهتبقى جميله، فيها تخانه وفيها طريه. اللي بيحب كريسبي اوكي اهو، اللي بيحب زي قطعه الدونت ماشي، عايزينها ستاكس طويله براحتكم، بس هي وصفه حلوه وجميله مقرمشه. اعملوا بقى ميكس بين، تسلم ايديكم، بين البطاطا الحلوه، خدوا بطاطايه كبيره اسلقوها وقشروها واهرسوها مع البطاطس المهروسه ودوقوا الطعم وقولوا لي. تقدروا تعملوها بالبطاطا بس كمان. طبعا صحه وهنا على قلب حضراتكم، اسمحوا لنا نطلع استراحه ونستقبل الفقره الطبيه بعد الاستراحه.